أنا كلودين عون روكوز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. طريقي خلاني أسعى للعدالة الاجتماعية لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على انخراط النساء بالحياة السياسية ووصولهم لأعلى مراكز صنع القرار. المرأة هي نص المجتمع وعليها أكثر الواجبات. ترشحي، صوتي، طالبة بحقك. وأنت لوين طريقك رح يوصلك؟ طريقك قرارك. لقينا ب 22 نيسان بسباق السيدات. أنا معكِ.